يعني اكثر ما بيركزوا على المنتج نفسه بيركزوا على المراه وشكلها وجسمها لتقدر تسوق لها المنتج. هيدا في استغلال للمراه بطريقه انه يعرضوها كسلعه، سمعت صوره مشوهه يعني بحطوا دعايه فيها مره حلوه مشان العالم تحضرها وتحكي عنها، بس هيدي انه عم يستغلوا جسد المراه. صوره مبتذله عن النساء، يعني مش بيشبهونا نحن بحياتنا اليوميه، عم يحاولوا يعملون انه اشبه بارتست اكثر، ونحن يعني فعليا مش هيك. صار العالم ما بقى تحس الفرق، يعني لانه صاروا من زمان عم يستغلوا هالشيء، يعني مش انه شيء جديد. They focus on her body, on her face, rather than looking at اشياء ثانيه، وبحس عم يستغلوا كيف شكلها. ما بحس كثير بيمثلونا النساء اللي بنشوفهم على التي في وبالادز وهيك بشكل عام. بتحس انك بنقوا نوع معين اكيد انه شيء واضح شكل عم بيجيبون كلياتهم ستاندرد معين، الطول الشكل موديل ستايل، يعني يلي هو مش مفروض، يعني كثير بيستغلوا الشكل. بين المراه اللبنانيه هالقد يعني شيء سطحي والقد شيء سلعه رخيصه، الاعلام ما كثير عم بيعطيها حقها للمراه بمطرح من المطارح لما عم بيصير في جرائم ولا عم بيصير في يعني تعنيف لها، عم بيكون اكثر الاعلام عم بيتوجه كرمال يضوي عليها بس كرمال يحصل على سكوب. هيدي الصوره اللي هن عم جربوا يعرضوها عم تنعكس نيجاتيفلي علينا، even though we know it's negatively نحن we got dragged behind it، فانه something has to be changed، someone has to stand up for this cause and to change بس شوي the image انه the people that we see on TV and newspapers or like حتى models وهيك this is not the true image, this is perfectionist too. For perfect doesn't exist actually. I think this is very wrong. It's not like normal ladies. It's حتى even if you try to become one of them you can never become one of them.